يا حاجه انا نازل راح مشوار بسرعه وجاي. انا عارف اللي انت بقى بتسوح تسويحه عمر. انا عملت كل ده عشان الامتحان ونسيت اجيبه اصلا. يا نهار اسود ايه ده؟ مبقاش عايز اجيب الامتحان؟ يخرب بيت ام الاكواد اللي هتشلني. هجيبه يعني هجيبه. انا مش حوار ايه ده؟ كده ايه؟ قفشول؟ قفشول. متخلف اللي علمني الكلام ده، معلش ده هيحصل. امتحان؟ ده الامتحان بجد؟ الله! ايه ده؟ السرعة دي؟ انا مكنتش متخيل ان الموضوع هيبقى سهل كده. طب انا اللي خلاني اذاكر السنه اللي فاتت دي كلها ليه؟ ما انا كنت اتعلم الهاك من بدري. بس انا كده مش عايز حاجه تاني من الدنيا. الامتحان وبقى معايا، وكل ماده هعرف اجيب الامتحان بتاعها واقفل واطلع الاول على الجمهوريه. فلوس، اجيب منين فلوس؟ طب ما سهله، هنخش على الويب سايت ومنتهى السهوله دلوقتي اقدر اخش. لا 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 حرام حرام، ده مش هينفع. بس في مواقع اقدر اعمل معاها كده. ابدا بمين؟ ابدا بمين؟ هتيجي هتيجي. ايه يا ابني انت طول اليوم قاعد يا ابني ما بتشتغلش خالص؟ ما تقوم تشتغل يا عم. ماشي. لا يا حاضر. انا رايح الفرع التاني، خليك انت في محل ابو المجد. حضرتك كنت عايز تسمع بيه ما عندهاش البعث. لو سمعت كنت عايز الجراب اللي ورا حضرتك ده. خلصان خلصان يا اسطى مفيش. ما هو ورا حضرتك اهو. يا عم بقولك خلصان في ايه؟ بعد اذنك كنت عايز السردين اللي في الباترينا ده. طب لو سمحت هو عامل كام؟ يا عم خد وامشي. اليوم الحلو ده. نجز بقى. استغفر الله العظيم يا رب، انا مش قاعد كده مش مستفيد. ده احنا مضرها كلها يومين على بعض، ده فوق الثمن ايجار شهرين بسبب الكهرباء دي كلها. في ايه؟ الكهرباء دي اللي حضرتك هتدفعها يا بابا، حضرتك مش هتدفع اي كهرباء واحنا ماشيين. ايه ده يعني مش هندفع كهرباء؟ لا يا بابا. طب تمام، على الله بقى لا اله الا الله مطفيه. يا راجل قول لي يا واد، قلت للناس تخش يصوتوا لك في المسابقه؟ قلت لهم يا حد انا ورايا غيرهم، وهقول لهم تاني كمان. لا سيبني انا بقى المره دي اقولها بطريقتي. بصوا هتلاقوا هنا لينك المفروض تدوسوا عليه، هيجيب لكم صفحه التصويت، هتخشوا تصوتوا 3 مرات، اللي ما صوتش وكمان تقدر تعمل مشاركه للينك لاي حد، هيديك 3 تصويتات كمان، صوت بقى من تليفونك في تليفون الحاج او الحاج اللي هو على الكلام. ايه السرعه دي؟ انت بتشتغل في اذاعه وتلفزيون. سلام يا دنيا هبعد واعيش مع حالي. خد يلا انت، ايه اللي محنتك رايحه فين؟ ماشي، مش حضرتك امبارح قلت لي لو ما نجحتش او جبت امتياز بشوف وشك في الشقه قبل ما اقطعك؟ انا واخدها من قصرها اصلا. متخلف انت، النتيجه انت لسه امتحنت اصلا. لا بس انا عارف اللي هيحصل. مش تقول لي يا حبيبي من اول السنه بدل المصاريف اللي انا عمال اصرفها كل ده. دمعت عيني دي تمنى يكون غالي. كنت فاكرها هتيجي على دمعت عين بس. خد يلا بابا انا نازل. لا خش جوه قلب البحر. هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ تعال تعال.